زي ما قلت لحضراتكم ما تسرعوش في شراء ملابس جديدة او مش جديد قبل شهر من دلوقتي، وفي الفترة دي ممكن نعمل اعادة تدوير للملابس الضيقة او الصغيرة او الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. انا عندي فستان صغر وداء، فانا محتاجة اعمل جيبة علشان انا عندي بوت شكله جميل جدا وطويل، فمحتاج جيبة. تمام، شوفوا بقى الخطوة بسيطة وما فيهاش تفاصيل بالمرة، مجرد بس اني اقص الجزء ده اللي فوق اهو، بس احافظ على الطول اللي انا محتاجاه للجيبة علشان ما لقيش نفسي وانا بقص صغرت المساحة اللي انا محتاجاها اهو، شايفين كده؟ ممكن نديه لحد محتاجه. انا عارفه ان ممكن يتكتب تعليق يا ستي ما تديه لحد محتاجه، هي يعني حبكت قوي على اعاده التدوير. حضرتك، انا عشان ادي حد محتاجه لازم يكون مناسب، ما يكونش متقطع بالشكل ده وفي مثلا بقعه كلور او مثلا التول بتاعه بايظ بالشكل ده اهو، يبقى انا عملت ايه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني انا هل اقبل ان بنتي تلبسه؟ لا، فباي حق اقبل ان غيري يلبسه علشان اديه لحد؟ ممكن اديه لحد وهو بشكله الجديد، الجونيلا اللي انا عاملاها بشكلها الجديد ممكن ساعتها اديها لحد عشان ما احسش ان انا اهنت الطفله اللي انا هديها الفستان او الجيبه، يعني ما هنهاش بحاجه متقطعه. تمام اهو، فاصبحت عندي جونيلا قصات بالشكل ده وطويله، هركب لها استك وتبقى بالشكل ده جاهزه لللبس او للارتداء على جاكيت من نفس الشكل بطريقه جميله ومميزه وما خدتش مني وقت. طيب علشان اعمل الاسك بيكون اقل من الجزء ده بحوالي كفه او بحوالي 15 سنتي للناس اللي بتحب الارقام. طيب انا بس هصغر شويه عشان انا حاسه ان ممكن هنا منطقه الوسط اهي بالشكل ده كده، وتعالوا نشوف تركيب الاستك ويبقى خلصنا اول فكره مع واسهل طريقه، مش عارفه انا النهارده متوتره جدا. اسهل طريقه لتركيب الاستك هي ان انا اتني بالشكل ده اهو، بصوا دي اسهل طريقه وطريقه مميزه جدا ان انا بتني اهو، ثانيه واحده كفايه مشيت الشتاء ما بتحتاجش ان انا اتنيها اكتر من كده. بالشكل ده كده واسيب مكان فاضي اهو كده، انا تنيت واسيب مكان فاضي، دبوس مشبك وادكك بيه الاسك اللي انا عايزاه واظبطه على قد الطول، وفي الاخر بقفل الجزء ده. دي كده اول فكره معانا وبيتلبس عليها اي جاكيت، وكده نبقى عملنا اول فكره من اعاده التدوير. الفكره الثانيه، الفستان ده معايا اهو صغير جدا زي ما حضراتكم شايفين، هشيل الاكمام علشان انا محتاجاها بالشكل ده اهو، بشيل الجزء ده هطبق على اربعه زي ما هي كده متخيطه من الجناب، طبعا مظبوطه الطول من هنا مش عايزه منه حاجه اهو كده، شبر كويس قوي باجي كده ناحيه الحرف، برضو حوالي شبر بنزله والخمسة سنتي دول، وهنا بعمل دوران رقبة. طبعا ينفع فستان لطفلة صغنونة وينفع بادي اهو، دوران رقبة وبشد بنزل كده 2 سنتي وبخيط الجزء ده بس. تمام، بس هنا طبعا بزود دوران الرقبة
بخيط الجزء ده وبلف دي مرة واحدة، مش محتاجة الفها مرتين. الجزء ده زي ما قلت لحضراتكم بلفه كده مرة واحدة، ونفس الحكاية دوران الرقبة بعمله بنفس الطريقة، والأكمام ممكن تركبيها تاني لو انت عايزة بنفس الطريقة وهي مقفولة، تركيبها سهل جدا. تمام، بس انا الأكمام عايزاها في حاجة تانية في فيديو تاني، هنعمل منها التربو. يلا كده حرقت لكم الفكرة، بحيث ان البادي ده ممكن البس عليه جاكيت جلد وابقى عاملة تربو بنفس اللون. تابعوا قناتنا عشان الفترة اللي جاية ان شاء الله كلها افكار مفيدة في اعادة التدوير، واللي ما بيتابعناش فايته كتير. زي ما انا عملت كده في الاكمام بعمل كده في دوران الرقبة. دي كده الفكرة التانية، البادي اللي حضراتكم شايفينه فوق، طبعا السكيرت كان فكرة والبادي فوق فكرة. تمام، طبعا التناسق او الالوان دي حاجة بتاعتكم انتوا، يعني ممكن تنسقوها زي ما انتوا عايزين اهو بالطريقة اللي انتوا شايفينها. تمام، طيب لكن احنا بس بينا لكم